من أجل ديمومة النشاطات والفعاليات العلمية والتي تسهم في تعشيق وتلاقح الأفكار وديمومة التواصل العلمي والأكاديمي، ما ينعكس إيجابا على تقديم خدمات طبية أفضل. احتضنت محافظة السليمانية المؤتمر العلمي الثاني لأمراض القلب بمشاركة جمعية أمراض القلب والصدر العراقية وشبكة زملاء الكلية الملكية البريطانية في العراق وعدد من أساتذة كليات الطب العراقية. المؤتمر يعقد على يومين، يتضمن العديد من ورشات العمل، محاضرات، وأيضا نقل حي لحالات تداخل قسطاري مختلفة من مدن كردستان في دهوك وأربيل والسليمانية. الهدف هو ارتقاء بالمستوى العلمي للأطباء، للأطباء العراقيين وأطباء الإقليم كردستان، حتى تعرف لأن العلم طب القلب الحديث هو فشي دايناميكي، يعني دائما اكو تحديثات، فاحنا دائما نواكب التطورات اللي موجوده بهذا القسم من الطب الحديث. ويرى كثيرون ان اقامه مثل هذه المؤتمرات يعد قفزه نوعيه في مجال الطب الحديث، حيث تلتئم فيها نخبه من ابرز اطباء امراض القلب من مختلف المحافظات العراقيه ليقدموا آخر ما توصلت إليه أبحاثهم العلمية وخبراتهم وتجاربهم التخصصية التي اكتسبوها خلال ممارستهم مجال معالجة أمراض القلب والشرايين، إضافة إلى إقامة ورشات تدريبية وعلمية تهدف إلى زيادة الخبرة الطبية لدى الأطباء المتخصصين سيما فئة الشباب منهم. نريد نكمل الحلقة الكاملة للتدريب، نريد الطبيب يتدرب، عنده معلومات جيدة، عنده مهارات جيدة، عنده أسلوب مهني وتعامل مع المريض وأهل المريض وزملاء المهنة بطريقة جيدة، فهي حلقة كاملة لا يمكن تجزئتها. نحاول نغطي في هذا المؤتمر واللي يفرق عن بقية المؤتمرات بكون يشمل على جميع الجوانب التدريبية والبحثية والعلمية. يتناول هذا المؤتمر آخر المستجدات في أمراض وتداخلات القلب القسطارية وما توصلت إليه الشركات من منتجات ومتابعة التطور العلمي في هذا المجال الدقيق. إقامة مثل هكذا مؤتمرات علمية من شأنها إطلاع الكوادر الصحية على أحدث البحوث العلمية والنظريات الطبية فيما يتعلق بأمراض القلب والشرايين، وبالتالي تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين. لبرنامج صباح الخير يا عراق، أحمد جاسم، السليمانية.